اليوم وصلنا تنومة الحمد لله، الأجواء كانت خرافية الحمد لله. ما وصلنا المقر كان الجو جميل، عدينا الخيام وخذينا الخيام حقتنا. الصراحة الجبل جدا جميل، تضاريسه جدا جميلة، تعلمنا أمور جديدة من ضمنها نوع الصخور الجرانيت هنا، تعلمنا بعض الأمور اللي هو حول الفولت إذا كان في تداخل ما بينهم، كيف نعرف اللي هو الجديد منها والقديم. الهدف الأساسي من البرنامج هو تيم بيلدينج للستودنت، إزاي إن الطلبة تتعاون مع بعضها وإزاي إن هم يقدروا يشتغلوا مع بعض في جروب أو مجموعة ويؤدوا التاسك المطلوبة منهم. في جنوب السعودية إحنا هنا بيبقى فيه إكسبوجر للجيولوجي، وهدفنا الأساسي إن إحنا نبني تيم يكون إن شاء الله هو الليدر في المستقبل ويقود المملكة في استخراج واستغلال الثروات المعدنية الموجودة، وإن شاء الله نخرج من عندنا رواد في مجال البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية بإذن الله. السلام عليكم، الآن متواجدين في بحيرة النماص في مسابقة لتصميم قوارب سباقات والأمور الثانية، وسوينا هذا التصميم عبارة عن سهم، وهذا إن شاء الله ما ينقرب فينا بس. وما شاء الله يعني الديزاينز اللي اليوم شفناها خليني أقول معظمها كانت من جيدة إلى ممتازة، وإن شاء الله فالهم التوفيق. بدينا السباق الحمد لله كنا في المركز الأول، داعسين ما حد حولنا، أنا وأخوي انقلبنا وطحنا في البحر ما قصروا ما يعرف يجدف، فطاح في البحر. فعالية هذه تعلمنا منها التعاون والمشاركة مع بعض والتخطيط، وكل واحد يقول اللي يبغاه، كل واحد يقول الفكرة اللي عنده. واجهنا الصعوبات وأشياء ثانية الحمد لله مشيت معانا. مجموعتنا ما حالف على الحظ أنها تفوز بالسباق، لكن تعلمت أشياء كثيرة، منها كيف أتعامل مع المجموعة وكيف أكون مع مجموعتي أكتف وكيف أطور من نفسي مع مجموعتي. كنا مع طلبة كورس CBG199 في رحلة لها عدة أهداف، منها علمية وكذلك اكتساب مهارات كثيرة تهم الطلبة في مقتبل حياتهم، وكانت إلى الآن الحمد لله تجربة ممتعة جدا وناجحة بكل المقاييس. احنا اليوم في الحفل الختامي، التحديات اللي واجهوها في العشر ايام هذه قد ايش تعلموا اشياء مره كثير، وقد ايش انا شفت اشياء مره ملحوظه فيهم، قد ايش تغيرت فيهم اشياء. فالتجربه صراحه كانت جميله جدا، تعرفت على ناس كثيرين والحمد لله الحمد لله الحمد لله اني من كليه البترول عشان اقدر اجرب تجربه جميله زي كذا. ما شاء الله كان البرنامج مره رهيب، مره استفدنا منه معلومات. البروجرام اللي خلاني صراحة يعني هواية جديدة بالنسبة لي واللي هي الهايكينج، شكرا جميعا، الله يعطيكم الصحة والعافية، واتمنى ان شاء الله الايام الجاية بالجامعة ما يعطي افكار الهواجس عزيمة، بحضر ابيات الشعر للمواقيف من شان تبقى بالذهون الفهيمة، عندي نصايح دون شدة وتكليف.